أود أن أوجه كلمة إلى إخوان المسلمين، فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن الحكمة من إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله تعالى الحكمة من إنزال القرآن في شيئين: الأول تدبر الآيات وهو تفهمها ليصل الإنسان إلى معناها، والثاني التذكر بما فيها وهو الاتعاظ والعمل بما دلت عليه تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام. وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا من كتاب الله القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا ينطبق على جميع الأمة إلى يوم القيامة. وإنني أحث إخواني المسلمين على تفهم كتاب الله وتدبره والسؤال عن معناه ومطالعة كتب أهل العلم الموثوق بتفسيرهم إذا كان يستطيع أن يصل إلى المعنى بهذه المطالعة، حتى يذوق طعم القرآن ويعرف عظمة القرآن. أما قراءة القرآن بدون فهم لمعناه فلا شك أن فيها خير، أن فيها خيرا كثيرا وفيها أجر عظيم، فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف منه 10 حسنات. لكن تمام ذلك والفائدة العظيمة الكبيرة هو بتحقيق ما أنزله الله من أجله، وهو التدبر والاتعاظ. ثم ليعلم أن هذا القرآن الكريم إذا حمله الإنسان فهو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: حجة لك أو عليك. فإن قمت بواجبه من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام وقبول ذلك بانشراح وطمأنينة كان حجة لك، وإن كان الأمر بخلاف ذلك كان عليك من الحجة بقدر ما فرطت فيه أو اعتديت. ومن المعلوم أن الإنسان لو طلب منه تنفيذ ما في كتاب مرسوم من جهة من الجهات لكان يقرأ هذا الكتاب ويتفهم عن معناه ويستفهم عن معناه حتى يتمكن من تطبيقه والعمل به، فكيف بالكتاب العظيم النازل من عند الله عز وجل الذي كلف الله عباده العمل به؟ كيف لا يدري الإنسان عن معناه؟ لا يتفهم ولا يستفهم ولا يبالي. هذا في الحقيقة تفريط كبير.